اوكي كويك ابديت، موضوع التصويتات لسه جاري. التصويت الاول انتهينا منه بالنسبه للايام تبع الرياكشنز. التصويت الثاني بدا في موضوع الدسات، في خيارين اللي هو خيار العشيره وحمرابي، والخيار الثاني ابو يوسف وارسينيك، والعشيره متقدمه بكثير. Anyways، اذا حابين تشوفوا الريزلتس تبع التصويت الاول، كل ما عليك تسويه انك تضغط على الرابط تبع الانستغرام تحت. Don't forget also to follow me. Anyways، اليوم عندنا فريستايل سريع، ادهم The founder, the gorilla man, King Kong, دقيقة وخمسة وخمسين ثانية. I hope إنه راح يخش على طول في الموضوع بدل ما يضيع وقت في البيت. راح نركز في البيت، راح أحاول أركز في الكلمات. كلمات شوية صعبة، لكن let's just have fun. أدهم دهب فريستايل. جو واحد في الانستغرام وراني إنه يو أدهم نزل فريستايل، فا you have to check it right now. الفريستايل هذا نازل على قناة جذور الراب، راح تلقوا أشياء كثيرة ومعلومات كثيرة. بس قبل ما نبدأ الرياكشن، وردوا يوتيوب كيف الحال، إيش مسوين، عساكم بخير. أجاني اللي ما عنده سماعات يعمل بوز يروح يدبر له سماعات ويرجع لنا. اللي عنده سماعات make sure إنه الصوت عالي. فا let's get it. صاحبي ده على شغل شقه وشغل الخور اللات على بلح نوى شكلب بنقول دهب 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 مش رهش بطل مسك قلم كتب مفكومش امل كله الطمر سمك لبن بنقول دهب 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 صاحبي ده على شغل شقه وشغل الخور اللات على بلح نوى شكلب بنقول دهب 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 مش رهش بطل مسك قلم كتب مفكومش امل كله الطمر سمك لبن بنقول دهب 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 ادهب في المبنى لو ظابط البدله مفيش فشلي عندي من اللجنه هنعبي من بختك ولاد خالتي مش بتحل زي الحبر في البدلة بنعشق في المبدأ زي مارادونا في الملعب زي مش بتحل زي الحبر في البدلة بنعشق من اللجنة هنعبي من بختك ولاد خالتي مش بتحل زي الحبر في البدلة بنعشق في المبدأ زي مارادونا في الملعب زي كورونا نحصل على سهوة وننشر في الكوكب مش هنقيم المهبلة صاحبي نحش بالمنجل رولت دروسي على 18 في الخزنة بال 16 صاحبي نحش بالمنجل رولت دروسي على 18 في الخزنة بال 16 نخرق هنعد خمسة عالجزمة تشاك يا نتناوب في المخزن هتفضل نسخة فاقدة لو شهدتك افشخة صاحبي نتحرك في الضلمة وننفذ في السكتة كلها سوائل بس ما تف بحرقها صاحبي تشاك في المعمل مش بهدة ادهم ولتر مش هنحل سلامانكا بندب بلا مغزن. اللي يعرف ايش معناتها سلامانكا يعلق تحت. I need to know what the hell is that. ادهم ولتر مش هنحل سلامانكا بندب بلا مغزى جاك في المعمل مش بهدة ادهم ولتر مش هنحل سلامانكا بندب بلا مغزى غوريلا بالسواك سني بالسواك الوحش قالك نحمد غوريلا بالسواك سني بالسواك الوحش قالك نحمد المولى ونكبر الوالدة سني بالسواج الوحش قالك نحمد المولى ونكبر الوالدة صاحبي ده على شغل شقة وشغل الخور اللات على بلح نوى شكلب بنقول دهب 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 مش رهش بطل مسك قلم كتب مفكومش امل كله التمر سمك لبن بنقول كل تمر سمك لبن بنقول دهب 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 صاحبي ده عرق شغل شقة وشغل الخور اللات على بلح نوش قلب بنقول دهب 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 مش رهش بطل مسك قلم كتب مفكر مش امل كله التمر سمك لبن بنقول دهب 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 مع ادهم من العشيرة ولا من جذور الراب؟ I need to know too. فسو شيئين I need to know. معنا كلمة سلامانكا والشخص هذا هل هو اللي معه في السيارة طبعا. هذا اللي معه في السيارة. I can't show. اللي يعرف مين هو يوريني كمان. بالله كيف اللوجو ادهم اجين ورانا من الاخير اعطانا الزبده يعني يعرف وين مكانه في الراب والناس تعرف كمان وين مكان ادهم في الراب فهذا احسن بوزيشن الانسان يكون فيه انه انا عارف مين انا والناس عارفه مين انا فهمت علي ف I don't need to prove something فيلا خذ دقيقه و55 ثانيه and still fire
جانكستا. وريني ايش رايكم في الفريستايل هذا، واللي لقط كم بار يوريني تحت. I need to understand more. راح اسمعه مرتين ثلاثة I'm sure. yeah. على فكرة احتمال كبير انزل فيديو ثاني، ف stay tuned. المهم اذا عجبك المحتوى تبع قناتي لا تنسى تسوي لايك، سبسكرايب، show some love، فعل زر الجرس. كان معكم موديلا out.